بالمناسبة في مبادرة حلوة قوي ومبادرة رئاسية بطبيعة الحال، المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة. طيب الدولة زي ما انتوا عارفين احنا مصر مستضيفين القمة بتاعت كوب 27 ان شاء الله في نوفمبر القادم في شرم الشيخ، قمة المناخ. احنا بقى عندنا مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، حلو كده؟ كويس. هنا خلونا بقى نحاول نفهم على مسألة زراعة 100 مليون شجرة ده هياخد وقت قد ايه وازاي، وانواع الاشجار اللي احنا المفروض ان احنا يعني نساهم في زراعتها، وهل هناك تنسيق بشكل عام نقدر نعمله ما بيننا وما بين بعض احنا كأهالي. مش عارف يعني، انا اقعد افكر كده واقول ايه، طب احنا نزرع مثلا نباتات زينة ولا نزرع اشجار مثمرة بقى مثلا؟ يعني دكتور محمد كمال أستاذ نباتات الزينة والأشجار وتنسيق الحدائق بكلية الزراعة جامعة المنيا، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. زي الصحة بسهل. كله تمام الحمد لله بخير يا فندم. أهلا بسهل. أنا أحب الزراعة وأحب الشجر قد عناية لدرجة أن أنا دلوقتي قاعد عمال أقرأ عن الاستثمار الزراعي في زراعة الجينسينج في مصر. والله العظيم الله، في مجالات كتيرة للاستثمار في الزراعة يعني. والله قاعد عمال اقرا عنه بضراوه اليومين دول، لكن قول لي احنا دلوقتي عندنا المبادره الرئاسيه لزراعه 100 مليون شجره. هنا يعني واحنا بنسال دكتور محمد كمال نقول له نزرع 100 مليون شجره من الاشجار المثمره فتبقى برضو مفيده حبتين للمواطن، ولا نزرع نباتات زينه او اشجار عاديه من اللي احنا اعتدنا ان احنا نشوفها في شوارعنا بشكل عام في مصر؟ هو حضرتك بادئ جبت الاشجار الفاكهه ليها احتياجات بيئية معينة وليها طرق رعاية معينة وصيانة معينة، فما تنفعش في المشروع الكبير ده إلا بعض الأنواع زي الزيتون. الزيتون بيتحمل كل الظروف البيئية، أصلا أنت حضرتك مش هتشجر في أرض عادية. أنت هتشجر في أنواع مختلفة من الأراضي طبعا. ممكن تكون المنطقة أرض رملية، ممكن تكون أرض صفراء، ممكن تكون أرض رملية، ممكن يكون تعقيمية، ممكن فيها نسبة أملاح، فأشجار الفاكهة صعب إنها تتعمم في مثل هذا المشروع. ممكن الزيتون يعني يلعب دور في هذا الموضوع لأنه بيتحمل كل الظروف، وده بالتجربة يعني بينجح في المزارع في الصحراء. وبيظهر في أشجار فاكهة تانية، بس موضوع ال 200 مليون دي موضوع كبير وعايز يعني مقومات معينة عشان ينجح، أهمها توفير الري، أهمها توفير التمويل، والأهم إنك تختار الشجرة المناسبة والنوع المناسب من الأشجار عشان ينجح في المنطقة المعينة أنت هتشجر على مستوى الجمهورية، فكل منطقة يكون فيها بعض الأنواع. أما كلمة تشجير حضرتك مش المقصود بأن أزرع شجر في طريق وخلاص. التشجير مفهوم واسع جدا، ممكن يكون انا بزرع اشجار فرديه في طريق ما او في مكان ما، اما المعنى الثاني للتشجير ان انا ممكن ازرع حديقه يعني فيها كل انواع النباتات الزينه والمسطحات هذا وفيها اشجار، وقد تكون التشجير معناه ان انا ازرع غابات صناعيه على مياه الصرف الصحي المعالج. فموضوع ال 200 مليون شجره دي مش هتبقى قصر فقط على ان انا ازرع في اماكن معينه، ده انا هزرع في كل، وانا ممكن اقول لحضرتك ايه الاماكن اللي احنا ممكن نعمم فيها مثل هذه المبادره، يعني حاجات كتيره جدا جدا، بس اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك التمويل، ثم اختيار النوع المناسب من الاشجار، ثم الصيانه والصيانه والصيانه. المقصود بالصيانه قلتها 3 مرات ان احنا ممكن بنعمل مشاريع متكلفه ملايين وخلاص ونفرح ونصور ونيجي بعد كده ما فيش صيانه، فالملايين بتبقى ملايين مهدره، والزرع بالذات حساس، ممكن الطريق ما تعملوش صيانه يعد يعني زي يعني صيانته من تاني وسهل. لا ما ده اللي كان بيجرى زمان، خلاص مشكله يعني. ده اللي كان ممكن يجرى زمان، دلوقتي المساله اختلفت جدا. متوفر جدا جدا جدا. حلو قوي. طيب اذا حبينا ان احنا نعمل مثلا
زراعة لهذه الأشجار والنباتات المختلفة، وفي نفس الوقت يبقى لها قيمة اقتصادية بقدر قيمتها للبيئة بشكل عام. دكتور محمد كمال ينصحنا بإيه؟ بص حضرتك، معاك يا فندم. حضرتك أكتر حاجة ممكن تفيد مصر في هذا المشروع هو الاعتماد على الغابات الصناعية القائمة على الصرف مياه الصرف الصحي المعالج. وزارة البيئة ووزارة الزراعة دلوقتي موجود عندنا على مستوى الجمهورية 33 غابة قائمة على الصرف الصحي المعالج. احنا عايزين، انت عارف حضرتك دلوقتي من ضمن مشاريع حياة كريمة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، أيوة. وبتسرد يعني اللي بيحصل فيها، من ضمن المشاريع انهم دخلوا الصرف الصحي في قرى كتير وفي اماكن كتير. طب ما الصرف الصحي ديت اللي هتبقى على مستوى القرى والمحافظات والمدن و ما احنا ممكن نستغلها في انشاء كثير من الغابات الصناعيه، هيبقى ده ليها مردود بيئي لانتعاش الغابات. ودي من ضمن، نسيت اقول لك، من ضمن اسباب التغير المناخ هو قطع الغابات بملايين الهكتارات في دول امريكا اللاتينيه. أيوه. وغيرها، عشان يا اما بغرض استغلال الاخشاب بتاعتها، يا اما الارض اللي كانت مزروعه فيها الغابات يزرعها بمحاصيل تقليديه. محاصيل خضار فاكهه زي حاجه. الغابات الطبيعيه اللي ربنا خلاها في الكون ده عباره عن مستنقع كربوني. يعني ايه مستنقع كربوني؟ ان اي نبات اخضر على وجه البسيطه بيقوم بعمليه معينه يعني اساسيه بيعتمد عليها في حياته، وهي عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. النبات بيجهز الغذاء بتاعه اللي بيساعده على النمو، انه بيقوم بعمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. هذا العمليه مهمه جدا للنبات والكائنات الحيه الاخرى. ازاي؟ ان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو في وجود الميه وفي وجود الصبغه الخضراء اللي هو اللون الاخضر كلوروفيل، بيسموها كلوروفيلات، وفي الاخر بيديني وفي وجود الضوء في الاخر الناحيه الثانيه من المعادله بيديني السكريات وبيديني اكسجين. يبقى الاشجار عموما ممثله في الغابات كحاجه واضحه جدا، هي عباره عن رئه بتنقي لي الجو من ثاني اكسيد الكربون في عمليه البناء الضوئي، وتديني في الناحيه الثانيه اكسجين اللازم يتنفس كل الكائنات. وبالتالي القطع اللي حصل في الغابات والحرائق اللي حصلت في الغابات على مستوى العالم حتى وصلت عندنا في الشرق المتوسط وفي جنوب اوروبا وطبعا في امريكا اللاتينيه، الحرائق دي حصلت يا اما بفعل فاعل، يا اما بسبب ارتفاع حراره الجو، يا اما يعني اسباب كثيره. هذه الحرائق خدت في وشها ملايين الهكتارات من الاشجار اللي موجوده في الغابات، وبالتالي التوازن البيئي اللي كان ربنا خلقه وخلقنا ليه، خلقنا فيه الغابات دي باشجارها بعمليات البناء الضوئي بتاعتها بالاكسجين بيطلع منها، حصل اختلال على مستوى العالم مع الانبعاث الحراري اللي ناتج من التصنيع والخناقه اللي حاصله بين امريكا والصين على اساس هم اكثر دولتين فيهم تصنيع. وبيحصل عندهم انبعاث حراري. الحاجتين دول، الانبعاث الحراري بتاع التصنيع زائد قطع الغابات يا اما والحرائق اللي حصلت فيها، الحاجتين دول اكتر حاجتين يعني او اكبر سببين في التغير المناخ، محدش واخد باله من كده. فاحنا عشان يعني نغير من هذه من هذا الوضع ونحسن من الوضع البيئي، وطبعا المؤتمر اللي هيحصل عندنا في نوفمبر ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني ليه دور في الموضوع ده. نتمنى زي المشكلتين دول نشوف ربنا يهدي الصين علينا هي وامريكا، ويقللوا الانبعاث الحراري بقلب التقليل من الوقود العضوي الممثل في الفحم، وفي نفس الوقت نعيد زراعه الغابات واللي هي اتحرقت واتقطعت. اما احنا في مصر ال 200 مليون شجره دول هيعملوا الكلام اللي انا بقوله، هيعملوا توازن بيئي في مصر وهيحسنوا من البيئه في مصر نتيجه عن طريق طرق حاجات كثيره جدا، انها تجدد لي الاكسجين، هتقلل لي التلوث. نفس الوقت لو انا عملت غابات كثيره في مشروع التشجير دوت
على مياه الصرف الصحي المعالج. حلو. انا يبقى عندي احنا بنستورد كل سنه ب 2 3 مليار دولار اخشاب من الدول الاسكندنافيه ومن الدول الحته اللي هي حوالين بحر الشمال والبلاد. أيوه. دي بنجيب كل سنه خشب. طب ما احنا الغابات دي هناخد منها الاخشاب وفي نفس الوقت نعيد زراعتها تاني بعد كده نجددها. صحيح. فموضوع التشجير هيبقى موضوع بيئي وموضوع اقتصادي في نفس الوقت. مما لا شك يعني فيه. يعني هي المساله فعلا هتيجي اظنها بالطريقه دي. وانا بشكرك اولا جدا 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 دكتور محمد كمال استاذ نباتات الزينه والاشجار وتنسيق الحدائق بكليه الزراعه جامعه المنيا. ايوه الغابات الخشبيه زي ما بيتقال كده او الاشجار الخشبيه دي بقى ليها قيمه اقتصاديه ومردود اقتصادي. هتيجي تقول لي يا عم يوسف ما هو في انواع من الاشجار اللي احنا بنضطر نستورد اخشابها زي الحاجات اللي بنطلع منها خشب الارو وخشب اللي مش عارف الزان وخشب البطيء الحاجات اللي زي كده دي ما تتزرعش عندنا. وارد. بس اللي عايز اقوله لك برضو طريقة التصنيع التقليدية بتاعة ألواح الخشب اللي هو الخشب الفاخر اللي بيسموه سوليد وود ده تقريبا بتخلص من الدنيا حفاظا برضو على البيئة. يعني مش عشان حاجة هو جميل وشيك ويجنن بس بالمناسبة برضو هو غالي جدا وتكلفته على الكوكب نفسه على بيئة وصحة هذا الكوكب عالية جدا. الناس دلوقتي بقى بتستخدم حاجة اسمها الخشب الرقائقي والخشب المفروم ما تعرفه بشكل حاجة والخشب اللي معمول من حاجات أقرب إلى فكرة الورق زي الام دي اف والاتش دي اف والحاجات اللي من النوع ده. تاني العالم بيتجه لشكل آخر من الصناعات الخشبية. إن الأوان إحنا كمان نعمل ده. عشان أعمل ده هزرع إن شاء الله 100 مليون شجرة 200 300 مليار شجرة فنغير من شكل حياتنا أو بيئتنا على الأقل في هذه الدولة عل وعسى أن يحزو نفس الحزو كل دول العالم. ولنا إن شاء الله في كوب 27 شرم الشيخ إن شاء الله يبقى أسوة حسنة ونقدر إن احنا نخرج بالنتائج في إطار استضافة مصر لهذه القمة.